اهلا بكم في كايرو دار. هنبدا مع بعض في مراجعه هامه ومراجعه سريعه للفصل الثاني. انتهينا من الفصل الثاني من اكبر فصول المنهج وهو درس محمد علي وبناء الدوله الحديثه. هنبدا بقى نتعرف على اهم الجزئيات اللي ممكن تجينا ان شاء الله في الامتحان، ودي اسئله مهمه جدا بعد مذاكرتنا لهذا الفصل. هنشوف ناخد جزئيه كمراجعه. نبدا باول سؤال، ودي مجموعه اسئله مقاليه. عندنا سؤال بيقول: بما تفسر تدهور الزراعة في مصر قبل عهد محمد علي؟ يعني لما جه محمد علي مصر كانت الزراعة بدأت تتدهور أو كانت متدهورة، بنقول إيه سبب التدهور؟ أولا عدم امتلاك الفلاح للأراضي التي يزرعها، يعني الفلاح مش مالك الأرض. اثنين تراخي الفلاحين في أداء عملهم، لم يحصلوا إلا على القدر الأدنى الذي يكفي معاشتهم، أقل حاجة عندهم. كمان في كثرة الضرائب، وكمان مش على الضرائب بس، ده في استبداد الملتزمين في تحصيل هذه الضرائب. كل ده بيؤدي الى عدم الاهتمام طبعا بمشروعات الري، او بيؤدي بعد ذلك لتحويل كثير من الاراضي الزراعيه لاراضي ايه؟ صحراويه. ده الشكل العام في الاراضي الزراعيه والزراعه في مصر قبل مجيء محمد علي. السؤال التالي بيقول لي: بما تفسر محمد علي اهتم بالتعليم؟ طب هو محمد علي اهتم بالتعليم عشان يعمل نهضه تعليميه؟ لا، ده اللي هنشوفه في السؤال وفي الاجابه. اولا اهتم محمد علي بالتعليم لتحقيق التنمية الاقتصادية ولخدمة المجهودات الحربية. وارتبط التعليم في عهد محمد علي بإيه؟ أهداف سياسة الاحتكار الاقتصادي، بناء القوة الذاتية، التوسعات الخارجية التي دخلها محمد علي من خلال حروب. كذلك اهتم بالتعليم بكل مراحله، وبدأ طبعا بالتعليم العالي في البداية. ده كده بالنسبة لإجابة سؤال الخاص باهتمام محمد علي بالتعليم. السؤال التالي بيقول لي: اختيار أسوان لتكون مقر لمدرسة الضباط. محمد علي لما جه يكون جيش نجد ان هو بيعمل مدرسه مش في القاهره، لا، عملها في اسوان. اشمعنى اسوان؟ بما تفسر؟ الاجابه بسيطه جدا وصغيره، لان اسوان بعيده عن جو المؤامرات في القاهره، وتجنبا لاثاره خواطر الناس ضد قيام فرنسي اجنبي بتنظيم الجيش وتدريب هذا الجيش. بمعنى ان في كولونيل سيف اللي هو احد ضباط الحمله الفرنسيه هو اللي هيدرب الجيش المصري، فعشان منع لإثارة أي مشاكل في القاهرة أو مؤامرة على هذا الرجل ابتعد بيه تماما في مدرسة في أسوان اللي هي المدرسة الحربية بأسوان. السؤال التالي: عدم وجود سياسة خارجية لمصر قبل عصر محمد علي. احنا عارفين محمد علي هيعمل لمصر سياسة خارجية مميزة بعيدة خالص عن السلطان العثماني، ولكن هنا السؤال بيقول ما فيش سياسة خارجية قبل محمد علي. ليه؟ أولا مصر خاضعة للدولة العثمانية منذ أن فتحها سليم الأول عام 1517، فالسلطان العثماني هو المتحدث الرسمي باسم مصر مع العالم الخارجي. السلطان العثماني لو عقد أي اتفاقية مصر تلتزم بها. مش بس كده، ده احنا نتبع السلطان في وقت السلم ووقت الحرب. إذا ما لناش سياسة خارجية، سياستنا زي سياسة السلطان، اللي هو بيعمله احنا بننفذه. ده كده قبل مجيء محمد علي. طيب السؤال التالي، وده من الأسئلة الهامة برضو، الحروب. احنا عندنا أربع حروب، لازم نتعرف على كل سبب من أسباب الحروب والنتائج. عندنا دلوقتي سؤال بيقول: بما تفسر ضم محمد علي السودان في الربع الأول من القرن 19؟ السودان ده حلم من أحلام محمد علي ليخدم المجال الحيوي في الجنوب والامتداد للجنوب. هنا بقى إيه السبب اللي خلاه يضم السودان؟ أولا مطاردة المماليك الهاربين من مذبحة القلعة اللي انتقلوا إلى مدينة دنكولا في السودان، وإن كان السبب طبعا يعني مش هام جدا بالنسبة لمحمد علي، ولكن في أسباب أهم من كده وقد أقوى من كده. يبقى أول نقطة مطاردة المماليك الهاربين من مذبحة القلعة في دنكولا بالسودان. النقطة الثانية اكتشاف مناجم الذهب والماس. الذهب والماس اللي مقوم للسلع وللتبادل التجاري، ده ضروري جدا للتبادل التجاري. كذلك تنمية التجارة وتجنيد السودانيين، ويمكن ده هو أهم سبب عندنا، إلى جانب تحقيق الوحدة الطبيعية لوادي النيل. أربع أسباب هي الأسباب التي جعلت محمد علي يتجه إلى السودان. السؤال التالي بيقول لي: بما تفسر تقدم الصناعة الحربية وانتعاشها في عهد خلفاء محمد علي؟ هنا سؤال عايز مني الصناعة بتتقدم، وحدد لي فترة خلفاء محمد علي، يعني مش شخصية واحدة، يعني عباس، سعيد، إسماعيل، ثلاث أشخاص. نشوف كده الإجابة. أولاً هناخد عباس وسعيد مع بعض. في عهد عباس وسعيد، أو زي ما بنقول في أواخر عهد عباس وأوائل عهد سعيد، حدث انتعاش للصناعات الحربية. ليه؟ لأن مصر اشتركت في حرب اسمها حرب القرم ما بين تركيا وروسيا، اللي بدأت عام 1853 ل 1856. مصر بتشارك في هذه الحرب بجانب طبعا تركيا ضد
روسيا، ولذلك بدأت تنتعش بعض الصناعات الحربية. ده في عهد عباس وسعيد. طب في عهد إسماعيل استمر الانتعاش في كل من نواحي بقى الصناعات خاصة الحربية، لأنه زود الجيش. الجيش كان 18,000 من بعد فرمان 41 في عهد محمد علي، إسماعيل بيوصله 30,000، يعني زود الجيش. اثنين، رفع القيود على بناء المعدات الحربية. ثلاثة، جدد مصانع قديمة وأقام صناعات جديدة. كل ده طبعا انتعاش للصناعة الحربية. السؤال التالي، يعتبر مجلس شورى النواب هيئة استشارية وليس تشريعية. طبعا المجلس ده أنشأه إسماعيل عام 1866، وهذا المجلس كان هيئة استشارية وليس تشريعية. لماذا؟ أولا، أنشأه إسماعيل مجرد وجاهة تضيف للحكم رونق وبهاء. رونق وبهاء يا منظر الحكم، وجاهة، وجهة للحكم. هو هيئة استشارية وليس تشريعية. لماذا؟ أولا، هذا المجلس منحة من الحاكم، يعني إسماعيل أنت اللي منحتنا هذا المجلس، إحنا ما طلبناش، ليست مطالبة جماهيرية. يبقى إذن هذا المجلس منحة من الحاكم، ولم يكن هذه المجلس إيه؟ حركة مطالبة جماهيرية. كمان حصر حق الترشيح في شرائح معينة، عمد، مشايخ، قليل من أصحاب الصناعات والتجار، ولم يكن للمتعلمين من غير الأعيان نصيب في عضويته. يعني هذا المجلس لا يمثل الشعب، إنه يمثل الأعيان فقط، يمثل العمد، يمثل أصحاب المصالح التجارية والصناعية، ولا يمثل أبناء الشعب المصري حتى لو متعلمين من غير إيه؟ الأعيان زي ما قلنا. السؤال التالي، بما تفسر تطلع محمد علي لضم الشام أسبق من حرب السودان؟ ده مش حرب، ده أسبق من حرب الوهابية، من حرب شبه الجزيرة، يعني قبل الحروب دي كلها. السؤال ده عايز إيه؟ السؤال ده عايز محاولات محمد علي لضم الشام. في عدة محاولات نبدأ نشوفها. أول محاولة عام 1810 طلب محمد علي من السلطان أن يتنازل له عن الشام مقابل مبلغ من المال. السلطان رفض. دي أول محاولة. المحاولة الثانية كانت أثناء الحروب الوهابية، وهو في عز الحروب الوهابية يطلب من السلطان اترك للشام بدعوى أهميتها في إخضاع الوهابيين، برضو السلطان رفض. دي تاني محاولة. أصبحت هناك ضرورة للاستيلاء على الشام حتى يكتمل حلم محمد علي بإقامة وحدة عربية أو إمبراطورية عربية بالشام. لذلك النقطة الأخيرة، دخل محمد علي حرب المورة. حرب المورة هي حرب اليونان المعروفة عندنا، أملا أن ياخد الشام مكافأة من السلطان، يعني السلطان يكافئه بالشام. ولكن السلطان أعطاه جزيرة كرييت، جزيرة كرييت اللي طبع أهلها على التمرد وبعيدة عن مصر. ومن هنا قرر محمد علي أن يضم الشام بالإيه؟ بالقوة. وده بقى اللي هنشوفه لما يبدأ يقول لولي عكا ابعت لي الفلاحين الهاربين من الضرائب والخدمة العسكرية، اللي وصل عددهم لكام؟ لحوالي 6,000 فلاح مصري. وطبعا من هنا طبعا لما يرفض ولي عكا يبدأ هنا الحرب. طيب السؤال التالي بيقول لي، بما تفسر، وده من الأسئلة الهامة جدا في الناحية الثقافية، سؤال بيقول اختلفت مظاهر النهضة الثقافية في مصر عن مظاهر النهضة الثقافية في الشام. السؤال ده ممكن يجي بطريقة تانية، وفعلا جه فعلا بطريقة تانية، قارن بين مظاهر النهضة الثقافية في مصر ومظاهر النهضة الثقافية فين؟ في الشام. أولا، في مصر أقيمت الثقافة على يد أبنائها، يبقى المصريين هم اللي نشروا الثقافة. من منطلق إيه؟ إيه المنهج الثقافي هنا؟ إحياء التراث الإسلامي، تحديث الفكر، اتباع وسائل البحث والعلوم الحديثة. كمان عملت على تدعيم الوطنية وبروز شعار مصر للمصريين، ده كله خاص بمصر. طب في الشام تختلف تماما، استمدت أصولها من المؤسسات الثقافية والمؤسسات الأجنبية، الثقافة الأجنبية. وهنا قامت على أساس إيه؟ منهج التبشير الكاثوليكي والبروتستانتي. منهج كاثوليكي وبروتستانتي ده إيه؟ دي مذهب المذاهب المسيحية في أوروبا، مما أدى لإنقسامات مذهبية وطائفية. يبقى فعلا في اختلاف هنا في مصر ناحية إسلامية، هنا ناحية التبشير الكاثوليكي، هنا على يد أبنائها، لا هنا على يد المبشرين الأجانب، هنا في وحدة وطنية وتدعيم وطني، هنا لا في انقسامات مذهبية وطائفية. السؤال التالي بيقول لي تقدم وسائل النقل والمواصلات في عهد محمد علي، يعني في عهد الاحتكار، يعني عايز يعرف إيه اللي حصل للنقل والمواصلات. أول، محمد علي عمل نهضة كبيرة جدا في مصر، زراعة صناعة وتجارة، وده بيقابله كمان تقدم في المواصلات. أولا تمهيد الطرق البرية، كمان بناء أسطولين، واحد في البحر الأحمر واحد في البحر المتوسط. ثلاثة، في عندنا كمان إصلاح مواني خاصة ميناء اسكندرية اللي هو الميناء الأول في مصر. كمان القضاء على قراصنة البحر الأحمر، ودي كانت مهمة جدا،
ان يقضي على قراصنه البحر الاحمر. ودي كانت ليها نتيجه اللي هي النقطه عندنا نقطه خمسه، كانت نتيجتها ان فضلت شركه الهند الشرقيه الانجليزيه فضلت ايه؟ استخدام طريق البحر الاحمر لمرور تجارتها بدلا من راس الرجاء الصالح اللي هو الدوران حول قاره ايه؟ افريقيا. يعني نقدر نقول اللي عمله محمد علي ده كانه بيعمل عمليه احياء لطرق التجاره القديمه، احياء لطرق التجاره الايه؟ القديمه. السؤال التالي بيقول لي بما تفسر اتجاه اسماعيل الى انشاء جمعيه خيريه اسلاميه. انشا اسماعيل هذه الجمعيه عام 1878، لماذا؟ اولا لتقوم بانشاء مدارس خاصه للفقراء، مدارس خاصه للفقراء لاعانه الفقراء. لماذا؟ لمواجهه طغيان المدارس الاجنبيه. كان في عهد اسماعيل وصل المدارس الاجنبيه الى 70 مدرسه اجنبيه، وكان بيلتحق بها كثير من ابناء الاغنياء. طب والفقير مش هيتعلم؟ فبدا يعمل لهم هذه الجمعيه ليقوم بانشاء مدارس للفقراء لاعانتهم ومواجهه طغيان المدارس الاجنبيه. سؤال من الاسئله طبعا اللي هي محوريه شويه وسؤال هام جدا، بيقول لي ده تسويه لندن وفرماني 41 نكبه سياسيه عسكريه اقتصاديه. سياسيه عسكريه اقتصاديه، ده سؤال كبير شويه، هنبدا ناخد جانب جانب لوحده. اولا انا عايز اثبت ان تسويه لندن فرمان 41 نكبه سياسيه. نكبه سياسيه اولا لان انهارت الرابطه العربيه، الوحده العربيه دي انهارت خلاص، لان اصبح محمد علي يحكم مصر فقط ورأسه. النقطه الثانيه، فشلت محاولات الاستقلال عن الدوله العثمانيه. ازاي؟ لما اصبحت مصر تابعه للسلطان وتدفع له جزيه سنويه، ده بحد ذاته احنا تابعين له، يبقى ناحيه سياسيه خلاص انهارت. طيب ناحيه عسكريه، حسب معاهده لندن قال له ان قوات محمد علي البريه والبحريه جزء من قوه السلطان، يبقى احنا تابعين له من الناحيه العسكريه اهو. كمان من حيث فرمان 41 قال له في ايه؟ قال لا يزيد جيشك عن 18,000 جندي ولا تبني سفن حربيه الا باذن من السلطان. كده الناحيه العسكريه بتنهار، وبالتالي دي نكبه عسكريه. طب نكبه اقتصاديه، قال له نفذ لي كل المعاهدات التي عقدها السلطان وبخاصه بلطليمان، ولو اتنفذت بلطليمان ايه اللي هيحصل؟ هينهار الاحتكار، ولو انهار الاحتكار هنا هياثر بطريقه سلبيه على الزراعه والصناعه والتجاره، ده احنا شفناه. كمان قال له تدفع لي ربع الايرادات سنويا، ودي كانت نكبه اقتصاديه، ان ادفع ربع اللي في الخزنه المصريه. كل دي نكبات تعرضت لها مصر من بعد فرماني 41 وايضا كمان معاهده لندن، نكبه سياسيه عسكريه اقتصاديه. السؤال التالي، ازدياد استبداد وتركيز السلطات في عهد عباس وسعيد. السلطه كانت مستبده جدا في عهد عباس وسعيد، طبعا هي ما كانت مستبده برضه في محمد علي، ولكن الاستبداد زاد. ليه؟ عملوا ايه عشان يزيد؟ اولا استمر الحكم المطلق في عهدهم، الاجانب اهملوا مجلس المشوره. كمان خفضوا الدواوين، الدواوين اللي كانت موجوده كانت حوالي سبعه، هم بعد ما كانت سبعه لا خلوها كام؟ خلوها اربعه، وكلها تخدم الامور السياديه، داخليه ماليه حربيه وداخليه خارجيه حربيه وماليه. اربع دواوين، هذه الدواوين كانت تخدم الامور السياديه. طبعا انكمشت لاربعه كده او قلت لاربعه نظرا لان البلد تعرضت لانكماش اقتصادي وسياسي من بعد سقوط الاحتكار، ده اللي احنا عارفينه، وترك طبعا الاقتصاد حر للافراد. السؤال التالي، ازدهار الصناعه المصريه في ظل الاحتكار. في ظل الاحتكار يعني في عهد مين؟ في عهد محمد علي ولا خلفائه؟ لا في عهد محمد علي. يبقى اذا كان بيقول لي ازدهار الصناعه في عهد محمد علي، يعني ممكن يقول لي كده في احتكار او محمد علي، او كما واضح ما هي الاساليب اللي اتبعها محمد علي لتطوير الصناعه. اول اسلوب، اقام مصانع حكوميه كبرى اشبه بالقطاع العام عشان يوفر الصناعات المطلوبه، ثم استخدم خبراء اجانب من الخارج، خبراء في كل الصناعات ووزعهم على المصانع، ثم اجبر مشايخ الحارات على جمع الصبيه باجباري، مشايخ الحارات يجيبهم ويخليهم يجمعوا له الصبيه، الصبيه دول هيبداوا يشتغلوا في المصانع، ومين اللي بيدربهم؟ المدرب الاجنبي، فتتحول هذه المصانع الى مدارس صناعيه تعلم فنون الصناعه الحديثه. ثم ارسل بعثات للدول الاوروبيه من عام 1809 وهو بيرسل بعثات ليه؟ لدراسه فنون الصناعه المختلفه وترجمه الكتب الايه؟ الصناعيه. كل ده تقدم عمله محمد علي. كويس قوي. يبقى ده بالنسبه للنشاط اللي عمله محمد علي واساليبه في تطور الصناعه. السؤال التالي، ازدهار الجيش في اوائل عهد اسماعيل
ثم انتكاسه في اواخر عهده. ده سؤالين، يعني كان بيقول للجيش كله في عهد اسماعيل، بس عايز في الاول يعني كان مزدهر ليه، وفي الاخر انتكس وانهار ليه. نبدا اولا، الجيش ازدهر ليه؟ لانه ارسل بعثه حربيه لفرنسا من خيره الضباط لاقتباس الخبرات، ثم اهتم بتجديد الاسطول لما قام بعمله ترسنه، نشط ترسنه الاسكندريه وعاد النشاط فيها، جدد المدرسه البحريه وعمل مدرسه اخرى جنب ترسنه. كمان من ضمن انشطته انه ثقف عقول العسكريين، انشا صحيفتين، جريده اركان حرب الجيش المصري والجريده العسكريه المصريه طبعا كان 1873. ثم بدا يهتم بالاسطول التجاري، يعني هو كده اسطول حربي، لا اسطول تجاري كمان. الاسطول التجاري لما عمل الشركه العزيزيه اللي هنشط بقى من خلال المواصلات كده، الواضح من خلال الاربع نقط اللي احنا قلناهم والموجودين قدامنا كده في نشاط في ازدهار. طب اخر جزئيه من السؤال بيقول لي انتكس، انتكس يعني بدا يتدهور. دي بقى النقطه الاخيره في اجابه السؤال، نقطه خمسة، بيقول ولكن في اواخر عصر اسماعيل ضعف الجيش. ليه ضعف؟ بسبب تعرض مصر في عهد اسماعيل لازمه ماليه، فارتبكت شؤون الحكومه، كل اللي فيه ارتباك، وتدخل الاجانب مستغلين فرصه هذه الازمه الماليه، والامر بينتهي باحتلال انجليزي لمصر عام 1882. يبقى هنا كل حاجه بتنهار بدخول الانجليز مصر عام 1882. السؤال التالي بيقول لي بما تفسر فشل حمله فريزر على مصر عام 1807. طبعا دي محاوله من محاولات انجلترا للقضاء على محمد علي في بدايه حكمه. ايه سبب فشل هذه الحمله؟ اولا حمله جت سنه 1807 في شهر مارس، لم تستمر سوى 6 اشهر لانها خرجت في سبتمبر. طب ايه السبب؟ واحد، مقاومه شعبيه باسله بقياده عمر مكرم في رشيد والحماد، دي اول نقطه. 2، موت الالفي قبل وصول الحمله. 3، مصالحه محمد علي المماليك، عمل معاهم صلح في الصعيد وعد بجيشه يحاصر اسكندريه، حتى طلب فريزر الصلح مقابل طبعا الجلاء والافراج عن الأسرة. وافق محمد علي واداله الأسرة وخرج مهزوما فريزر من مصر في سبتمبر 1807. يبقى كده دي الاسباب التي ادت لفشل حمله فريزر. السؤال التالي بيقول لي ضعف موقف المماليك بعد خروج الحمله الفرنسيه. المماليك كانوا ضعف؟ ايوه ضعف. طيب ممكن يجي بطريقه ثانيه، يقول لي جعل المماليك من انفسهم مجالا لاستقطاب القوى المتنازعه على الحكم في مصر. هم خلوا نفسهم كده ازاي؟ اولا كل تعددهم لموت كثير في المعارك مع الفرنسيين. 2، انقسامهم بين جماعتين، مراد بك وابراهيم بك، اختلافين في معالجه الامور، مختلفين في وجهات النظر. مثلا فريق بقياده محمد بيك الالفي يرى التحالف مع الانجليز، فريق بقياده عثمان بيك البرديسي يرى التحالف مع الفرنسيين، فريق ثالث قال لك لا احنا على الحياد ونميل للاتراك بقياده عثمان بيك حسن. اذا ده المماليك مختلفين مع بعضهم في وجهات النظر، في منقسمين، هذا الاختلاف وهذا الانقسام خلاهم فئه ضعيفه واضعف فئه في مصر. طبعا السؤال التالي ومن الاسئله الهامه جدا جدا جدا، ان احنا بنقول اهميه اجتماع زعماء الشعب بدار المحكمه مايو 13 مايو 1805. هذا الاجتماع اللي اجتمع فيه زعماء الشعب في 13 مايو 1805 لعزل خورشيد وتوليه مين؟ محمد علي. طبعا اهميته وله قيمه كبرى في التاريخ المصري، يعني ممكن يقول لي ان هذا الاجتماع له دلاله كبرى في التاريخ المصري او اكتسب قيمه كبرى. هنشوف بقى القيمه الكبرى هي ايه. اولا ان الولاه في مصر كانوا يعزلون او يعينون بقوه الجند ورسائل العسكر، اما الان العزل والتعيين كان شعبي، اللي عزل وعين هو الشعب، وبالتالي ده كانت اهميه كبرى ان لاول مره الشعب المصري يتدخل في شؤون الحكم ويقوم بعزل والي وتعيين ولي اخر. طب دي اول اهميه. الاهميه الثانيه ان زعماء الشعب لما جم اختاروا محمد علي حطوا له شرط، فوضعوا قاعده الحكم الدستوري، حكم ديمقراطي دستوري في مصر. ازاي؟ قالوا له الا تفعل امرا الا بمشورتنا يا اما هنعزلك. ده في حد ذاته حكم دستوري، بنحط له شرط لتولي الحكم بألا يفعل الحاكم امرا الا بمشورتنا يا اما هنعزله. اما النقطه الثالثه هو ان العزل والتعيين تم في دار المحكمه. دار المحكمه اي ساحه القضاء، فاتخذوها رمزا للاحتكام بالعداله والتمسك بالحق. ده كده بالنسبه لهذا السؤال، وكان سؤال جميل طبعا. هننتقل لجزئيه ثانيه وسؤال ثاني بنفس سيره الاسئله بما تفسر، هو ظهور قوه الشعب المصري اوائل القرن ال19.
الشعب المصري في القرن ال 18 وال 17 كان مغلوب على امره، شعب ضعيف، ولكن بدات تظهر قوته في اوائل القرن 19. والفضل طبعا لله سبحانه وتعالى، وطبعا الفضل للحمله الفرنسيه لما شارك طبعا المصريين في الدوري. يبقى اذا تبلورت الزعامه الشعبيه، ظهرت الزعامه الشعبيه وظهرت كقوه امتى؟ اثناء الحمله الفرنسيه. اثناء الحمله الفرنسيه بسبب الاشتراك في دواوين الحكم فاتسعت خبرته، نابليون شاركهم، ولما نابليون شاركهم في دواوين الحكم اتسعت خبرته، ثم ثبتوا قوتهم من الاستفاده من الصدام اللي كان موجود بين الاتراك والانجليز والمماليك. فظهرت شخصيات، اشهر الشخصيات المصريه اللي ظهرت في هذه الفتره عمر مكرم، الشيخ السادات، عبد الله الشرقاوي، احمد المحروقي، الشيخ المهدي وغيرهم من المشايخ. هؤلاء نجحوا بقوتهم وقوه الشعب في التخلص من الفرنسيين المماليك الانجليز، واختاروا محمد علي حاكما على مصر. يبقى هم اللي تدخلوا في اختيار الحاكم، يبقى في الحاله دي هم القوه الموجوده في البلد هي قوه الشعب المصري. السؤال التالي بيقول لي مقتل طاهر باشا. طاهر باشا تولى الحكم كثاني حاكم من بعد خروج الحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه بدات لما خرجت سنه 1801، تولى خسرو باشا، يليه على طول طاهر باشا. طاهر باشا اتقتل وسياسته هي اللي ادت لقتله، يعني ما اقدرش اقول ان هو اتقتل كده بس ايه يعني في فتنه او حاجه، لا ده هو اللي عمل كده في نفسه. ازاي؟ مسك الحكم فعجز عن دفع المرتبات، فقام بفرض ضرائب واتاوات على الشعب المصري، وده بيثير سخط الشعب المصري. طب دي حته خاصه بالشعب. طب اتقتل ازاي؟ نجد ان هو كان قائد جندي الالبان، فمن اللحظه الاولى هو ينحاز ويحابي جنود الالبان والارناؤوط، بينحاز اليهم، بينضم اليهم ويفضلهم على بقيه الفرق الاخرى، خاصه فرقه اسمها الانكشاريه غضبت غضب شديد فقتلته، يبقى اتقتل لانحيازه لجنود الالبان والارناؤوط. سؤال برضو عندنا من الاسئله الهامه جدا، نجاح محمد علي في التودد والتقرب بالشعب المصري. السؤال ده ليه كذا طريقه، ممكن يجي يقول لي سياسه محمد علي بعد انخفاض منسوب النيل اغسطس عام 1803، هي نفس الاجابه. ممكن يقول لي ما نتائج انخفاض منسوب النيل اغسطس 1803؟ لما انخفض منسوب النيل وكان ماسك البلد البرديسي، محمد بيك البرديسي او عثمان بيك البرديسي، نجد ان هو بيفرض ضرائب. ايه اللي حصل؟ الشعب عمل ثوره. ايه بقى محمد علي هيعمل ايه هنا بقى؟ ايه نجاح محمد علي في التودد والتقرب؟ اول ما الثوره قامت ضد البرديسي محمد علي بيظاهر، ظهر اعلن ان هو مع الثوار، وانضم للثوره وانضم للعلماء والمشايخ في هذه الثوره، وعدهم ده انا هبذل قصاري جهدي لارفع عنكم ضرائب البرديسي. مش بس كده، ده بدا يهاجم على المماليك ويهجم كمان على جنود البرديسي، والبرديسي يحاصر بيوتهم في القاهره، مما جعل البرديسي وجنوده يهربون الى الصعيد. وهنا باللي عمله محمد علي بيكتسب حب وعطف وثقه الزعماء والشعب المصري. ده كمان ده في موقف بعد الحته دي لما قال لهم ايه؟ انا هنفرج عن خسرو ونعينه، خسرو اللي كان مسجون في القلعه، ونعينه حاكم على مصر، كل ده عشان ينفي عن نفسه صفة الطامع في السلطة، يظهر ان هو كل ده اللي عمله في الثورة واللي وقف مع الشعب المصري حبا في الشعب، حبا في الخير وكراهية للظلم، يعني ما كانش عايز اي مقابل خالص، وده دليل بيخلي الشعب يزداد حب لمحمد علي. السؤال التالي، بما تفسر توقف التنمية الذاتية للمجتمع المصري في عهد خلفاء محمد علي؟ ده هو فترة طبعا انتقالية لعهد اسماعيل، فترة انتقالية ليه؟ أولا توقفت التنمية الذاتية التي كانت تتم من أيام محمد علي في نظام الاحتكار، ففتح الأسواق بعد سكوت الاحتكار طبعا، وبعد تطبيق معاهدة بلطة ليمان فتحت الأسواق للمنتج الأجنبي. الشعب كده مش هيعتمد بقى على نفسه، هيعتمد على المنتج الأجنبي، يعني مفيش تنمية ذاتية. وبدأ وجوه رأس المال يدخل في مجال الاستثمار، فأصبح دلوقتي السوق منفتح وللأجانب يد طبعا كبرى من إقامة مشاريع من استثمارات، فبدأت تتوقف التنمية الذاتية. ده كده بالنسبة للجزء التنمية الذاتية. السؤال التالي، ما نتائج المترتبة على ده؟ جزئية تانية من أسئلة بنشوفها، رحيل الإنجليز عام 1803. الإنجليز رحلوا من مصر تطبيقا لصلح إميان اللي هو كان في مارس 1802، وخرجوا في مارس 1803. السؤال هنا، إيه نتائج الرحيل؟ أولا، أول ما جه الإنجليزي الجيش الإنجليزي يخرج من مصر في مارس عام 1803، صاحبه محمد الألفي، محمد الألفي اللي هو بيأيد وجود الإنجليز وعايز يتعاون معاهم، سافر معاهم إنجلترا عشان يعقد صفقة. الصفقة دي إن هم يساعدوه ويساعدوا المماليك إن يكون هم حكام مصر، في المقابل يديهم امتيازات. كمان وطد خسرو باشا مركزه في مصر،
خلاص الانجليز مشي وبقى خسرو هو الحاكم اللي في مصر، فكده بيوطط وبيثبت وجوده في مصر. كمان تجدد الصراع بين المماليك والعثمانيين في مصر، واستطاع المماليك احتلال مدينة المنيا وسيطرة على ملاحة النيل هناك. وهنا طبعا بقى هيظهر دور محمد علي طبعا في الفترة ديت. دي نتائج رحيل الانجليز عن مصر. السؤال التالي بيقول لي ما نتائج تطبيق معاهدة لندن، معاهدة بلطليمان. نتائج تطبيق معاهدة بلطليمان هي طبعا تنفذت بعد معاهدة لندن، بس احنا بنقول هنا ايه نتيجة تطبيق هذه المعاهدة. طبعا لما تنفذت معاهدة بلطليمان هيؤدي لسكوت الاحتكار، وبدأ المنتج الأوروبي يدخل السوق المصري، والاستثمارات تدخل في مجال توظيف الأموال والإنتاج. كمان ساد مناخ الحرية الاقتصادية، بقى في حرية اقتصادية للاستثمارات، وإن كان لصالح الأجانب أكثر من صالح المصريين اللي استغلوا إن هم يهاجروا ويجوا عندنا ويتاجروا وما يدفعوش ضرائب، عندهم ميزة إعفائهم من الضرائب. كل ده طبعا كان في صالحهم أكتر. السؤال التالي بيقول لي ما نتائج مترتبة على سكوت الاحتكار على الزراعة؟ يعني الاحتكار انتهى خلاص بعد معاهدة لندن، هل ده أثر في الزراعة؟ طبعا هيأثر كتير جدا. أولا أصبح الفلاح حر يزرع ما يشاء من غلات، يعني بعد ما كان محمد علي هو اللي بيحدد، لا أنت حر اعمل اللي أنت عايزه، وده بيؤدي لتأخر الزراعة، وده حصل في عهد سعيد. كمان ألغيت ضريبة الدخولية 12%، دي الضريبة دي كانت تجمع على الحصالات الزراعية، اتلغت. كمان أصبح من حق المنتفع توريث الأرض أو هيبتها أو وقفها، يعني بقى عنده حرية أكتر في الأرض. كمان ازدهرت زراعة القطن. طب ليه تزدهر زراعة القطن؟ لشدة الطلب عليه. زاد الطلب وارتفع سعره، كل ده بسبب حرب أهلية أمريكية، حرب الأهلية الأمريكية اللي وقفت القطن في أمريكا، فازداد السوق الأوروبي والعالمي على القطن المصري، فزاد الطلب ده بيرتفع سعره طبعا وبيزدهر. كمان دخلت الاستثمارات في مصر، ونتيجة دخول الاستثمارات ظهرت مشكلة كبيرة جدا عندنا، وهي مشكلة الاقتراض ومشكلة الديون والأزمة المالية اللي ظهرت بدأت في عهد سعيد وانتشرت أكتر في عهد إسماعيل. هنا بقى إسماعيل بيصدر فرائض قانون، قانون يسمى بقانون المقابلة عام 1871. هذا القانون بيقول من يدفع 6 أمثال الضريبة دفعة واحدة، يعني هيديني الضريبة مضروبة في 6 مرات، يعفى من نصفها، خلاص هتدفع نص الضريبة. مش بس كده، ويصبح مالك للأرض، يعني اللي هيديني 6 أمثال الضريبة هيعفى من نصفها ويصبح مالك للأرض، وده طبعا بيساعد على استقرار الفلاحين وزيادة الإنتاج، وبيمهد بقى طبعا وجود ملكية فردية للأفراد. السؤال التاني، وده سؤال في آخر جزئية من الفصل التاني، وهو توسعات إسماعيل في الجنوب خاصة حرب الحبشة. إسماعيل توسع فاستولى على أماكن كتيرة جدا، فشودة، مصوع، سواكن، إقليم مغوص، كسمايو، أوغندا، بحر الغزال، استولى على أماكن كتيرة جدا. إيه نتيجة هذه التوسعات في النهاية؟ الجيش المصري اتهزم وخسر 3 مليون جنيه في حرب الحبشة. كمان أصبح إسماعيل مصدر خطر يهدد أحلام الدول الأوروبية ومصالحهم. وهنا أعاد إسماعيل للأذهان خطر جده محمد علي، لما دول أوروبا هتقول بقى هنا نتدخل في شؤون مصر بحجة الأزمة المالية. كل ده ليه؟ لمنع ظهور محمد علي آخر في مصر، مش عايزين محمد علي تاني. ده كده قصة هذا السؤال. سؤال تاني، وده عن حروب الوهابية أو حروب الحجاز عام 1811. السؤال ده ممكن يقول لي نتائج الحروب الوهابية، نتائج حروب محمد علي في شبه الجزيرة، نتائج محمد علي في حروبه في الحجاز، يعني بأكتر من شكل بيجي. وده برضو نفس النظام بنسميه الدولة السعودية الأولى اللي قام بيها محمد ابن عبد الوهاب من آل سعود. السؤال، ما النتائج؟ 1، نجح محمد علي في إسقاط الدولة السعودية الأولى. 2، وطد محمد علي مركزه من حاكم تابع لمستقل. 3، تواجد مصري عسكري سياسي في شبه الجزيرة. إزاي دي؟ حيث منح لمحمد علي مشيخة الحرم المكي، يعني بقى هو شيخ الحرم المكي، يعني شريف مكة، يعني هو حاكم مكة، وابنه إبراهيم ولاية جدة. بس كده؟ لا مش بس كده، ده اتسع مجال مصر ليشمل، يعني محمد علي بقى معاه مصر وإيه كمان بقى؟ نجد والحجاز وعسير وجزء من اليمن والخليج العربي كمان. وهنا تتكون رابطة عربية في مواجهة الرابطة العثمانية، وده طبعا هيعمل إزعاج كبير لإنجلترا بعد ذلك. السؤال التالي، حرب اليونان. حرب اليونان عام 1821 حتى عام 1828، إيه نتيجتها؟ طبعا كانت بناء على طلب السلطان هذه الحرب. الحرب دي أدت إليه نجح محمد علي في مواجهة الثورة، واكتسب الجيش المصري خبرات ميدانية،
واكتسب كمان ضم كاريت لولايه مصر، يعني خد كمان جزيره كاريت. وهنا بقى في حته مهمه جدا، من هذه الحرب يرتفع شأن مصر المتميز في إطار الدولة، وارتفع شأن محمد علي. ليه؟ لأن تم التفاوض مع محمد علي لإنهاء هذه الحرب دون السلطان، بمعنى أن دول أوروبا هتعقد صلح مع محمد علي سنة 1828 بدون السلطان لينسحب من اليونان. وهنا رفعت شأن محمد علي، اعتبرته مش والي، اعتبرته زعيم رئيس دولة، وهنا ارتفع شأنه. وده يؤدي إلى إيه بقى؟ النقطة الأخيرة، نتيجة هذا التفاوض المباشر يؤدي إلى نمو فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية وتحقيق الإيه؟ الاستقلال. السؤال التالي، نتائج معاهدة لندن على التعليم، وده سؤال برضو حلو ومهم. وطبعا معاهدة لندن بتؤدي إلى سقوط الاحتكار، وسقوط الاحتكار كان مرتبط أصلا بالتعليم، وده اللي هنشوفه دلوقتي إيه اللي حصل. أولا، ساءت أحوال المدارس وأغلقت. اثنين، تقلصت يعني قلت البعثات وتوقفت تقريبا، ده حصل في عهد عباس. كمان الغي ديوان المدارس، ديوان المدارس اللي هي وزاره التربيه والتعليم اتلغت. كمان بدا انشاء مدارس اجنبيه تبشيريه تمشيه مع استثمار في مجال الاقتصاد، وده هيلتحق بها ابناء المصريين وبيؤدي لازدياد ازدواج الفكر والثقافه في مصر. السؤال التالي، ما نتائج حروب محمد علي في السودان؟ تعرفنا على اسباب محمد علي لما راح السودان، لان هناخد ايه النتيجه. بنى مدن جديده كالخرطوم وكسلا وفمكه، كمان عين حاكم عام على السودان برتبه حكم دار لديه السلطه المدنيه والعسكريه، كمان قسم السودان الى مديريات مثل مصر، كمان ادخل زراعات مصريه قمح خضر فواكه، اكتشف منابع النيل واوساط ايه افريقيا. يعني نقدر نقول ان هو كان بيخدم الامتداد في الجنوب لوادي النيل، وده كلها حاجات اصلاحات حضاريه لمحمد علي في السودان. السؤال التالي، ما نتائج فرماني فبراير ويونيو في 1841؟ طبعا الفرمان ده هيؤدي الى ربط مصر بقيود، هذه القيود السلطان وضعها بعد معاهدة لندن ليقيد محمد علي بعدة اجراءات، منها ان يتلقى حكام مصر من ابناء محمد علي فرمان الولاية من السلطان، يعني محمد علي اي حد هيمسك بعديك هياخد الاذن مني من السلطان. اثنين، ان تلتزم مصر بتنفيذ كل المعاهدات التي يبرمها السلطان. ثلاثة، أن تضرب النقود وتجمع الضرائب باسم السلطان، يعني اعمل زي ما انت عايز فلوس واجمع ضرائب بس باسمي باسم السلطان. كمان تدفع لي ربع الإيرادات سنويا، أن يرسل محمد علي ربع الإيرادات اللي في مصر سنويا. كمان ألا يزيد الجيش عن 18,000 جندي، ولا تبني مصر سفن حربية إلا بإذن السلطان. وبذلك تأخر استقلال مصر، وظلت مصر تابعة للسلطة العثمانية وفقا لمعاهدة لندن وفرمان 41، إلى أن جاء إسماعيل باشا الحكم أو الخديوي إسماعيل، اللي يبدأ بقى من خلال فرمانات ينفصل ويحقق الاستقلال إلى حد كبير منه. السؤال التالي، صلح كوتاهية أو كوتاهية ل 1833، هذا الصلح صلح كوتاهية كانت نهاية حرب الشام الأولى سنة 33. نتيجته بسط محمد علي نفوذه على الشام وأدنى، أدنى في أرض الأناضول في تركيا، وهنا بتأكد سيطرته وسلطانه على جزيرة كريت والحجاز ومعظم شبه الجزيرة. وكده محمد علي كون الرابطة العربية أو كمل الوحدة العربية. إيه بقى اللي هيحصل؟ يعتزم محمد علي الانفصال عن الدولة العثمانية، ويعلن ذلك صراحة عام 1834، ولكن قناصل الدول حذروه بألا يفعل ذلك. طبعا هيعاود تاني يعمل نفس الحركة سنة 38، وبرضه قناصل الدول هيحذروه ومش هيشجعوا على كده. ده كده نتائج هذا الصلح. السؤال التالي، نتائج سقوط نظام الاحتكار على المجتمع المصري. الاحتكار سقط، هل هيأثر في المجتمع المصري؟ هيؤدي الى ايه؟ اولا، تدهورت طبقة طوائف الحرف، يعني بالنسبة للصناعة طوائف الحرف بتاعتها تتدهور. لماذا؟ لعدم قدرتها على منافسة المنتج الاوروبي، حتى تم الغائها تماما، تم الغاء نظام الطوائف والشيوخ الطوائف دول عام 1891. رقم اتنين، بالنسبة للتجارة تناقص دور التاجر المحلي لحساب الوكالات الاجنبيه. كمان زاد نشاط التجار الاجانب اللي بداوا يهاجروا بكميات كبيره الى مصر مستعدين ان هم ليهم امتيازات تعفيهم الضرائب. ولما هاجروا وبداوا يسكنون في احياء بكاملها او في اماكن متجمعه، وهنا تنتشر مظاهر الحياه الاوروبيه. انتشرت في القاهره والاسكندريه كثره الاجانب في هذه الاحياء. كمان اخيرا بالنسبه للزراعه، تبلورت وظهرت طبقه كبيره
وهي طبقة ملاك الأراضي الزراعية اللي كانوا بدأوا يدخلوا في الحياة السياسية. كل ده حصل بعد استقرار الملكية الفردية في عهد إسماعيل طبعا، بقوا متبلورين وليهم قوة لما دخلوا النشاط السياسي. السؤال التالي، معركة نزيب. معركة نزيب عام 1839، ودي اللي بيطلق عليها حرب الشام الثانية. المعركة نتائجها ان انتصر الجيش المصري على الجيش العثماني. قام قائد الجيش العثماني بتسليم نفسه او تسليم اسطوله الى محمد علي، مما ادى لزيادة قوة محمد علي برا وبحرا. هنا خافت الدول الاوروبية، ده خافت وايه وتدخلت وقالوا احنا مش عايزين نزود قوة محمد علي، ده قوته زادت، ده هو كده بيعمل تهديد للامن العالمي، او زي ما بنقول اخلال بالتوازن الدولي، ده بيخل بميزان القوة الدولية. وهنا دول اوروبا تتدخل ضده لتعقد معاهدة لندن للقضاء على هذه القوة وحدوث توازن في هذه المنطقة. السؤال التالي، ارسال محمد علي البعثات الى اوروبا. محمد علي ارسل بعثات الى اوروبا من عام 1813 حد 1847 هو بيرسل بعثات لمعظم الدول الكبرى، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، وكمان ايضا النمسا. السؤال بقى هنا، ايه نتيجة ارسال البعثات؟ اولا هذه البعثات ادت الى ايه؟ ان احنا هنكتسب خبرة وتعليم. خبرة وتعليم في ايه؟ في الفنون العسكرية، بناء السفن، تعليم اصول الصرف والري والهندسة والميكانيكا. كمان ودي حتة مهمة قوي بقى، انشاء مدرسة الألسن اللي اقترح رفاعة الطهطاوي عام 1836 بانشائها. ودي هتفيدني في ايه؟ حركة النقل والترجمة، نقل مظاهر الحياة الاوروبية الى مصر، وكده ده هيؤدي لزيادة القوة الاقتصادية والعسكرية في مصر. ليه؟ لان هو رابط التعليم بالاقتصاد والناحية العسكرية. نجح محمد علي من خلال كل ده ان يعمل مشاريع عملاقة في كل الاتجاهات. دي كده نتيجة ارسال البعثات. السؤال التالي، مقارنة. قارن بين الالتزام والاحتكار من حيث المعنى. يعني أنا عايز بس المعنى، وده سؤال جه قبل كده في الامتحان، هو بيجي يحدد لي يقول لي قارن بين كذا وكذا من حيث ايه. فاحنا هنا هنتكلم من حيث المعنى فقط. الالتزام ده نظام وضع في العهد العثماني، ويعني جمع الضرائب بناحية او عدة نواحي من خلال مزاد عام، ويعطى المزاد او يرسى عليه المزاد بيدفع هو للحكومة. طبعا فئات وشرائح معينة بيقوموا بكده، واللي هيعمل كده هياخد ارض معفاه من الضريبه اسمها الوسيه. طب الفلوس اللي دفعها للدوله هيجمعها من الفلاح اضعاف مضاعفه، وده كان نظام سيء جدا على الفلاح المصري قبل محمد علي. طب محمد علي هيعمل ايه؟ هيلغي نظام الالتزام ده خالص، ويقيم بعمل نظام جديد اسمه الاحتكار. يعني ايه الاحتكار؟ ان تقوم الحكومه المتمثله في شخصيه محمد علي بتحديد الغله التي تزرع، والمنتج الذي يصنع، وتحديد ثمن البيع والشراء في الاسواق. كل ده ليه؟ ليضمن محمد علي دخول السوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول. يعني نقدر نقول هو توجيه اقتصادي تحت إشراف الايه؟ الدولة. ده كده بالنسبة لنظام الاحتكار. طب عندنا سؤال تالي، هو سؤال قارن بين نظم الحكم والسياسة في عهد محمد علي وإسماعيل. هنبدأ نشوف الحكم والسياسة في عهد محمد علي ثم في عهد إسماعيل. في عهد محمد علي كما قام الحكم على نظام الحكم المطلق الفردي، يعني ما فيش فصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولكنه أقام عدد من الدواوين الاستشارية اللي طبعا يعني نقدر نقول استفاد منها وكان بيحاكي أو بيقلد فيها الدواوين اللي عملها نابليون في مصر، تمشيها مع إصلاح البناء والإصلاح الخطة اللي هو عملها محمد علي في مصر. هذه الدواوين هي بالترتيب كده قدامنا: الديوان العالي للنظر في شؤون الحكومة قبل التنفيذ، شؤون كبرى. اثنين، وطبعا دي حاجة خاصة للتشاور، كلها استشارية. النقطة الثانية، الدواوين أو الوزارات كالحربية والبحرية والمدارس وغيرها. ثلاثة، المجلس العالي اتعمل سنة 34، وده عبارة عن زي مجلس وزراء يتكون منه وزارة الدواوين، رؤساء المصالح، اثنين علماء، اثنين تجار، اثنين لشؤون الحسابات، واثنين أعيان من كل مديرية. ثم عندي مجلس المشورة سنة 29، وهو بمثابة جمعية عمومية نيابة عن الأمة. هذا المجلس يتكون من 156 عضو. هذه الأعضاء 33 منهم كبار موظفين وعلماء، 24 مأمور الأقاليم، 99 من كبار الأعيان. وهذا المجلس كان سلطته إيه؟ استشارية في التعليم والإدارة والأشغال العمومية. في سنة 47 أقام محمد علي ثلاث مجالس: مجلس مخصوص، جمعية عمومية، مجلس عمومي. ثلاث مجالس أشهرهم زي ما واضح المجلس المخصوص للنظر في شؤون الحكومة الكبرى، لإصدار لوائح وقوانين وتشريعها لكافة الإدارات.
أما المجلس العمومي والجمعية العمومية دي بينظروا في شؤون الحكومة العمومية التي تعرض عليهما. ده النظام اللي كان عامله محمد علي، وهذا النظام كله عبارة عن هيئات، المجالس دي كلها والدوائر اللي احنا بنقولها دلوقتي هي هيئات تنفيذية لأوامر محمد علي تمكنه من تركيز السلطة في يده حتى ينفذ المشروعات. طيب ده نظام الحكم في عهد محمد علي. طب في عهد إسماعيل، إسماعيل عهده امتداد للحكم المطلق بس الأجانب كانوا بيشاركوا في الحكم. طب ليه؟ ليه يسمح للأجانب يشاركوه ويقسموه في الحكم؟ بسبب وقوعه في أزمة مالية، وظهر ذلك واضحا في المشاركة من خلال صندوق الدين، المراقبة الثنائية، الوزارة المختلطة. كمان بنعرف أن مجلس النظار هيئة تنفيذية لأوامر من إسماعيل اللي اتعمل سنة 1878. كمان كان عامل حاجة اسمها مجلس شورى النواب 1866، وهو هيئة استشارية وليست تشريعية، لما كان منحة من الحاكم وحصل حق الترشيح في شرائح معينة وخلى من المتعلمين من غير أعيان كما وضحنا في سؤال سابق. ده كده نظام الحكم في عهد محمد علي وإسماعيل. هناخد بقى دلوقتي حاجة مهمة وهي القضاء. قارب بين القضاء في عهد محمد علي والقضاء في عهد سعيد. القضاء في عهد محمد علي لم يتغير القضاء، يعني محمد علي ما غيرش في القضاء، كل اللي عمله هو أضاف ثلاث إضافات. أول إضافة أضاف اختصاصات قضائية للديوان العالي اللي هو الديوان الخديوية. اثنين، نجد أنه هو بينشئ جمعية الحقانية سنة 1842 ليه؟ لمحاكمة كبار الموظفين وهي محكمة جناح وجنايات. ثم ينشئ مجلس تجارة أو محكمة تجارية هي فصل والنظر في المنازعات التجارية بين الأهالي والأجانب. ده شك محمد علي. طب بالنسبة لسعيد، جمعية الحقانية اللي كان عاملها محمد علي أصبحت تسمى باسم جديد وهو مجلس أحكام، يبقى عرفت جمعية الحقانية في عهد سعيد باسم مجلس أحكام، وهي هيئة استئناف عليا تتكون من 9 أعضاء و2 علماء، واحد على المذهب الشافعي وواحد على مذهب أبو حنيفة. طيب ثم استمرت في عهد سعيد المحاكم الشرعية تنظر في الأحوال الشخصية والملكية. ثم في كمان مجالس أقاليم أو محاكم الأقاليم. مجالس الأقاليم دي إيه؟ تنظر في المسائل المدنية والتجارية. ثم في إيه كمان؟ عنده كمان توافد الأجانب، الأجانب كتروا قوي بعد سكوت الاحتكار، وهنا الأجانب مش هيوفوا في محكمة خاصة إيه؟ بمصرية، لا ده هيعملوا لهم محكمة خاصة بهم. فأنشأ سعيد كومسيون مصر سنة 1861. كومسيون مصر هي محكمة أجنبية تنظر في القضايا التي ترفع من الأجانب على المصريين ما عدا العقارات والملكية، ما عدا العقارات والملكية. ثم توحدت المحاكم القنصلية في محكمة واحدة، في ثم المحكمة المختلطة في عام 1875. ده كان في عهد إسماعيل طبعا في الآخر. الجزئية الثانية التعليم. طبعا التعليم مهم جدا في عهد محمد علي وفي عهد إسماعيل. نبدأ نشوف محمد علي وإسماعيل. محمد علي اهتم بالتعليم لخدمة التنمية الاقتصادية والمجهودات الحربية. بدأ بإنشاء مدارس عليا أولا ليكون المتخرجين من هذه المدارس بمسؤولية التعليم في المراحل الدراسية الأدنى. كمان أرسل بعثات إلى دول أوروبا في كل شؤون لدراسة الفنون العسكرية، الصرف، الري، الملاحة، الميكانيكا، الهندسة. إمام أول بعثة وأشهر بعثة هي بعثة رفاعة الطهطاوي سنة 26 لفرنسا. رفاعة الطهطاوي الذي تعلم اللغة الفرنسية ودرس المجتمع الفرنسي وأدرك أهمية العلوم الفرنسية وعلوم الغرب، فاقترح عندما عاد على محمد علي بإنشاء مدرسة الألسو تعليم اللغات والترجمة. كمان ده بيساعد على نقل علوم الغرب. كمان محمد علي من بعد موضوع البعثات هنجد ان هو هينشئ مدارس من سنة 1816، وبيعمل مدارس تخدم المجال الاقتصادي والعسكري، مدرسة الطب، الهندسة، الصيدلة اللي هي المهندس خانة طبعا والصيدلة، والولادة والمحاسبة والزراعة والبلطرة، وألحق بهم طلاب الأزهر، الذي أدى إلى هناك لإزدواجية الفكر والثقافة. إزدواجية الفكر والثقافة اللي بدأت جذورها منذ أيام الحملة الفرنسية. كمان بنعرف أن كل ده بيؤدي لإزدواج الفكر والثقافة، بتزاد المدارس، فبيعمل لنا حاجة اسمها ديوان المدارس، ودي تعتبر أول وزارة تعليم في مصر عام 1837. طيب بالنسبة لإسماعيل، إسماعيل أعاد تكوين ديوان المدارس، فأنشأ مدارس كالحربية والهندسة والطب والحقوق ودار العلوم لتخريج مدرسين اللغة العربية. كمان اهتم بتعليم البنات، حيث كان لم يكن هناك في عهد محمد علي إلا مدرسة الولادة ولم يدخلها إلا الحبشيات، فنجد أنه هو اهتم بالبنات فعمل لهم مدرسة السنية
ومدرسة القربية، ودي أول مدارس البنات. كمان اهتم بالمدارس الابتدائية والثانوية، اهتم بالتعليم الصناعي، الزراعي، المحاسبة، المساحة. زادت المدارس الأجنبية في عهده وصلت لسبعين مدرسة أجنبية، وكان كل سنة يقيم بعمل حفلات ويوزع فيها الجوائز على الطلبة الفائقين في نهاية العام وبيحضرها بنفسه. كمان بنعرف ان عصره كان فيه نهضة ثقافية لما عمل جمعية المعارف، دار الكتب، جمعية جغرافية، وكمان اطلق لها حرية الرأي اللي هي الصحف، لما اطلق حرية الصحف للرأي والثقافة، وده بيزيد من الوعي واذهان المصريين زي صحيفة الوطن، صحيفة الاهرام، روضة المدارس، مجلة روضة المدارس، كوكب الشرق وغيرها من الصحف. وفي الاخر طبعا من ناحية الثقافية والتعليمية طبعا بنعرف ان هو بيبدأ بروز العلماء وارتقاء مستوى الوظائف، وكمان بنعرف حاجة مهمة قوي وهي ان احنا هنقلد الاجانب في المأكل والملبس والمسكن وفي قضاء وقت الفراغ حيث الاستماع للاغاني والموسيقى في المسرح والاوبرا. ده كده النهضة الثقافية والتعليمية في عهد محمد علي واسماعيل. السؤال التالي عبارة عن قطعة، طبعا بيجي لنا قطع في الامتحانات ودي لازم نتدرب عليها كويس قوي. قطعة قدامنا بتقول: كانت لسياسة محمد علي الاقتصادية في النصف الأول من القرن التسعتاشر أثرها على الأوضاع الاقتصادية وتشكيل بناء الاجتماعي. في ضوء ذلك وضح السياسة الاقتصادية التي تبعها محمد علي. طبعا كلنا عارفين ما هي السياسة، هي سياسة الاحتكار. يعني اتبع محمد علي سياسة الاحتكار، هي أن تحدد الغلة التي تزرع، المنتج اللي بيصنع، ثمن البيع في الشراء والأسواق طبعا ليدخل السوق الدولية منافسا لغيره من الدول، يعني توجيه اقتصادي تحت اشراف الدولة، وده احنا ذكرناه في سؤال سابق. طيب السؤال التالي في القطعة بيقول لي: ما اسباب انهيار هذه السياسة؟ خلاص انت عرفت السياسة هي ايه، سياسة الاحتكار انهارت ازاي. سياسة الاحتكار وقفت عقبة امام المنتج الاوروبي ان يدخل السوق المصري، وقفت عقبة امام المنتج الاوروبي ان يدخل السوق المصري. ايه كمان؟ لان سياسه الاحتكار بتغلق الاسواق امام المنتجات الاوروبيه، والمنتجات الاوروبيه تبحث عن اسواق منذ الثوره الصناعيه، ومصر بالنسبه لها سوق حلو جدا، ولكن محمد علي اغلق هذا السوق. وبالتالي تقوم بريطانيا بعقد اتفاقيه مع السلطان العثماني تسمى بلتليمان سنه 1838. بتقول ايه بلتليمان؟ ضروره الغاء نظام الاحتكار التجاري وان يبدا التنفيذ 1839. طبعا محمد علي رفض عشان يحافظ على الاقتصاد وعلى تسويق المنتج بتاعه، ولكنه اضطر للتنفيذ بعد معاهدة لندن، وهنا سقط الاحتكار وبدأ المنتجات الأوروبية تدخل السوق المصري. طيب عرفنا سياسة الاحتكار وعرفنا ازاي سقطت، طب ايه أثرها على المجتمع المصري؟ هل سياسة الاحتكار أثرت في المجتمع المصري؟ نعم. أولا انتهى نفوذ المماليك كطبقة حاكمة ليحل محلها أسرة محمد علي وبعض العناصر التركية. اثنين، قل دور علماء الأزهر والزعماء الشعبية، تنتقل مركز القيادة لخريج المدارس وأعضاء البعثات، بقى هم العلماء دلوقتي. كمان ظهرت طبقة الأعيان، ملاك الأراضي، ملكات الكبيرة وجفالك والأبعديات. كمان ظهرت طبقة تسمى عمال الصناعة لما الصبية، مع استمرار طبعا توقف الحرف كوسطاء. تدهورت طبقة التجار واختفت الشخصيات التجاريه كالسيد احمد المحروقي، لاحتكار التجاره طبعا او الحكومه احتكرت التجاره. اخيرا ظهرت طبقه جديده تسمى طبقه البدو كقوه اجتماعيه مستقره بمنحهم اراضي. يبقى هنا الواضح في السؤال ده ان نتيجه سياسه محمد علي الاقتصاديه طبقات بتظهر جديده وطبقات بتختفي وبيقل ايه دورها. السؤال التالي، خدنا هذه السياسه هناخد اثر سقوطها على التجاره. هل لما هذه السياسه سقطت اثرت في التجاره؟ نعم. عملت ايه؟ أول ما سقط الاحتكار بالنسبة للتجارة، سمح للمنتجين الزراعيين بإقامة حلقات لبيع منتجاتهم. يعني بقى من حق كل مزارع ياخد المنتج بتاعه ويدخل السوق يبيع بالمزاد. سمح للتجار الأجانب بالتصدير والاستيراد، إزاي؟ يصدروا للخارج ويوردوا كل ما يحتاجه البلاد من منتجات. كمان التجارة بتقابلها انتعاش في عملية المواصلات، نقل المواصلات، حيث بدأت شبكات السكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية والقاهرة والسويس، توسيع شبكات البريد والبرق، إنشاء شركتان للملاحة النيلية والبحرية برؤوس أموال أجنبية، إنشاء قناة السويس وغيرها من المشاريع وتمهيد طرق برية وسكك زراعية وغيرها. ده كده قصة أثرها على التجارة، وإلى جانب كمان ألحقنا بيهم الإيه؟ النقل والمواصلات. طيب دي قطعة وخلصت وعرفناها. هنبدأ نشوف قطعة جديدة بقى.
قطعه بتقول لي هنا: لقد عرض مشروع قناه السويس على حاكم مصر ولكنه رفضه قائلا: لا اريد بوسفورا في مصر. في ضوء ذلك العباره، من قال هذه العباره؟ طبعا كلنا عارفين اللي قالها محمد علي. طيب لماذا رفض هذا المشروع؟ ليه محمد علي قال انا مش عايز بوسفور؟ خايف من ايه؟ خوفا من التدخل الاجنبي في شؤون مصر. ليه؟ لضمان حريه الملاحه الدوليه حتى لا يحدث لمصر مثل ما يحدث في تركيا من تدخلات اوروبيه ليضمنوا حريه الملاحه في مضيق البوسفور والدردنيل، وبالتالي قال لهم ايه؟ لا اريد بوسفورا في مصر، يعني مش عايز تدخل في اي مصر. طيب عرفنا محمد علي رفض المشروع ليه؟ ايه الشروط بقى؟ لان الشروط دي اللي هيوقعها ابنه سعيد مع ديليسيبس. الشروط هي: واحد، تستغل الشركه القناه لمده 99 عام من تاريخ الافتتاح، بعدها تبقى ملك لمصر. اثنين، تتنازل الحكومه المصريه عن جميع الاراضي المطلوبه لحفر القناه وحفر الترع العذبه مع اعفاء من الضرائب. التنازل ايضا عن الاراضي الزراعيه حول المشروع مع اعفاء 10 سنوات من الضرائب. كمان للشركه حق في نزع الاراضي المملوكه لاي فرد مع تعويض مالي عادل. للشركه حق ايضا في امتياز استخراج المواد الخام من المناجم والمحاجر المصريه دون ضرائب. كمان الشركه ليها حق في الاعفاء من الجمارك على اي الات مستورده. كمان تقدم الحكومه المصريه 4/5 العمال، وكمان تحصل في الاخر بقى على ايه؟ 15% من الارباح. ادي الشروط. وفي الاخر طبعا حصلنا على اسهم اشتراها بعد ذلك اسماعيل سعيد 44% من اسهم الشركه من اصل 400,000 سهم. طبعا ده كله هنفقده في عهد اسماعيل ثم في عهد توفيق لما يبيعها او يتنازل عنها لبنك اتحاد الماليين في باريس. ادي قصه الشروط. طيب عرفنا المشروع اتعرض الاول على محمد علي وهو رفضه، عرفنا ان سعيد عمله بهذه الشروط. لو جالنا سؤال بقى راي، قال لي: ما رايك؟ ما رايك في هذه الشروط؟ طبعا الراي مطلوب، متروك للطالب. اللي انت بتقوله في اسئله الراي ودي بتيجي في الامتحان هتاخد عليه الدرجه، ودي من الاسئله المضمونه في الامتحان اللي تعبر عن رايك. طبعا رايي في الشروط، ويمكن ده راي كده شخصي او راي موجود للطلبه، معظم هذه الشروط طبعا كلها كانت لصالح الشركه. معظم هذه الشروط مقحفه لحق مصر، ظالمه لان اثارت غضب الشعب وسقطيه. طبعا كلفت وتحملت الحكومه المصريه اعباء كثيره وخسائر فادحه في الاموال في الارواح، الناس اللي 4/5 العمال اللي بيحفروا، وبالتالي دي كانت حاجات كلها سيئه كرأي. طيب نشوف بقى جهود محمد علي في تكوين الجيش، وده سؤال مهم جدا وحلو. جهود محمد علي في تكوين الجيش. الجيش هو شقين، ضباط وجنود. نمسك اولا الضباط. 1815 كان اول محاوله لضباط نظاميين، عايز يعمل جيش نظامي، فبدا سنه 1815 حاول يدرب فرقه الالبان اللي اشتركوا معاه في الحروب الوهابيه، رفضوا وتمردوا عليه وتامروا على خلعه. يعني محمد علي اول تجربه فشلت، سابهم. تمر 5 سنوات وفي عام 1820 يقيم بعمل مدرسه حربيه في اسوان، وياتي بخبير فرنسي مشهور اسمه الكولونيل سيف، الذي يبدا يحتك بالشعب المصري ويبدا طبعا يشهر اسلامه ويسمى نفسه باسم سليمان باشا الفرنساوي. كده بقى عنده مدرسه وعنده خبير. جاب بقى هنا ابناء المماليك. ابناء المماليك اللي يبدا الكولونيل سيف يدربهم على النظام، على الطاعه زي النظام الاوروبي الحديث، وتنجح التجربه بعد 3 سنوات ليكون عنده اول هيئه من ضباط الجيش المصري، من ضباط ابناء المماليك. طيب ده كده بالنسبة لموضوع الضباط. طب الجنود طبعا في البداية هيبتعد طبعا عن الأرناؤوط والأتراك دول لأنهم متمردين، وابتعد أيضا عن المصريين، كان خايف على من ثوراتهم والزراعة إلى آخره، فبعد عنهم فلجأ لأبناء السودان. ولكن تجربة السودانيين فشلت لموت كثير من السودانيين أثناء التدريبات لعدم ملائمة الجو. الجو العام طبعا ما كانش مهيئ لهم فمات كثير منهم، فاضطر الاعتماد على الجيش المصري او على الابناء المصريين، ونجحت التجربه عام 1824. بدا بقى يجيب طائفه من احدث خبراء فرنسا ينظموا له بقى المدارس هنا، ويبعت خبراء او يبعت طلبه من عندنا يتعلموا بره، وهكذا بقى عنده جيش قوي، ضباط وجنود. السؤال التالي: جهود محمد علي في تكوين الاسطول. الاسطول كان حاجة مهمة جدا لمحمد علي، وبدأ ظهورها من عام 1811. اشمعنى بقى 1811؟ أولا في 1811 شرع محمد علي في الدخول في الحروب الوهابية لنقل الجنود إلى الحجاز عبر البحر الأحمر، فأنشأ ترسنة في بولاق
وترسانة في اسكندرية لصناعة سفن حربية وتجارية. ثم أنشأ مدرسة بحرية ومستشفى بحري وأرسل بعثات من ضباط البحرين لفرنسا وانجلترا لإتمام علومهم على ظهر السفن. كان عامل معسكر لإعداد البحارة كمان في اسكندرية، يعني عامل ترسانة، عامل مدرسة، كان عامل حاجات كتيرة جدا بحرية. كل ده أدى لإقامة أسطول مصري قوي. السؤال اللي جاي بيقول لي إيه أسباب حرب الشام الثانية بمحمد علي السلطان؟ وحرب الشام الثانية هي معركة نزيب. أسبابها اللي حصل إن بعد صلح كوتاهية اللي هي كانت نهاية حرب الشام الأولى، بدأ السلطان يستعد لمواجهة محمد علي، وراح عامل اتفاقية سرية مع روسيا اللي هي خنكار اسكالا سي. خنكار اسكالا سي ديت كانت معاهدة دفاعية هجومية بمقتضاها يساعد كل منهما الآخر اللي هو السلطان وروسيا في حالة الهجوم الداخلي أو الخارجي، يعني دفاعية هجومية. ثم بدأت إنجلترا تحارب السلطان، يبقى هنا السلطان بيستعد من ناحية باتفاق هذا الاتفاق السري، وإنجلترا من ناحية بتحمس في السلطان وتحرضه. بتحرضه على إيه؟ على إخضاع محمد علي حتى تستطيع تطبيق معاهدة بلتليمان. كمان بنعرف إن المعاهدة اللي كانت معترض عليها فرنسا، فرنسا وافقت عليها خلاص. فشل الصلح بين محمد علي والسلطان للتحريض الدائم من إنجلترا، فاشتبك الطرفان في معركة نزيب. تفوق محمد علي برا ثم بحرا لما قائد الأسطول سلم نفسه لمحمد علي. دي الأسباب التي أدت أو الظروف التي أدت لوجود هذه الحرب الشام الثانية اللي هي معركة نزيب. طيب معركة نزيب انتهت إن دول أوروبا هتتدخل عشان شايفين قوة محمد علي زادت وعايزين يعملوا توازن. راحوا عاملين معاهدة مشهورة قوي اسمها معاهدة لندن. السؤال اللي جاي بيقول لي إيه هو نصوص لندن؟ أولا أول واحدة إعطاء محمد علي حكم مصر وراثيا وعدت طوال حياته. اثنين إخلاء كرييت وأدنى والحجاز وعودة الأسطول اللي استسلم لك الدين السلطان. دول أول شرطين. بص بقى اللي جاي بيقول لي إيه كمان؟ إذا لم تقبل هذه الشروط في خلال 10 أيام تحرم من عكا، وإذا استمر رفضك 10 أيام أخرى يرى السلطان حرمانك من مصر. يعني أنت هنقول لك الشروط وفي وقت تفكر فيه، وقت تنفذ فيه. طب النقطة الرابعة أن تدفع جزية سنوية للسلطان. نقطة خمسة أن تلتزم بتنفيذ كل المعاهدات اللي عملها السلطان وبخاصة بلطة الإيمان عشان يسكت الاحتكار. كمان أن تصبح قوتك يا محمد علي البرية والبحرية جزء من قوة السلطان، وإذا رفض محمد علي يلجأ المتحالفين للإخضاع بالقوة مع حماية عرش السلطان. ده كانت كارثة بالنسبة لمحمد علي في هذه الشروط. طب إيه اللي يحصل لو محمد علي رفض وفضل رافض؟ أهو يعني سؤال بيقول لي ماذا يحدث إذا استمر محمد علي في رفض هذه المعاهدة؟ إيه اللي يحصل؟ هو طبعا في الوقت المناسب وافق، لكن أنا بقول إيه اللي يحصل؟ ماذا يحدث إذا استمر محمد علي في الرفض؟ ماذا يحدث لو استمر محمد علي في الرفض؟ من الممكن تحالفت الدول الأوروبية ضده عسكريا، عزلته الدولة العثمانية، قضت الدول الأوروبية على جيشه وقوته، ومن الممكن يدخل جيوش أوروبية داخل مصر احتلال مصر في هذه الفترة للقضاء على قوة محمد علي. ولكن محمد علي تصرف بحكمة ووافق في الوقت المناسب. السؤال التالي أذكر أهم الفرمانات التي حصل عليها إسماعيل لتحقيق أهدافه. إسماعيل كان ليه أهداف توسعية في الجنوب، ولكن هذه الأهداف كان لابد منها من ياخد شوية نقول شوية فرمانات من السلطان تديله شيء من الاستقلال عشان يقدر يتصرف في هذه التوسعات. ما هي الفرمانات؟ أولا فرمان 1866. فرمان 66 بيقول أولا تغيير نظام الوراثة ليكون في أكبر أبناء إسماعيل من الذكور بدلا من أبناء محمد علي. اثنين زيادة الجيش إلى 30,000 جندي بدلا ما كان 18. ثلاثة حق مصر في ضرب النقود ومنح الرتب المدنية حتى الرتبة الثانية. يعني كل ده حاجات إسماعيل خدها بحق. أما فرمان 67 وده بيسموه فرمان الخديوية، حيث حصل إسماعيل على لقب خديوي بدلا من والي. طب واللقب ده هيعمل له إيه؟ هيؤدي إلى تمتع حاكم مصر بالاستقلال في الشؤون البلاد الداخلية والمالية. كمان أصبح من حقه عقد معاهدات خاصة بالبريد، بالجمارك، مرور البضائع والركاب وضبط الجاليات الأجنبية. طيب دول أول فرمانين. الفرمانات التانية عندي فرمان 1872 وخط الشريف اللي بيقول فيه إعطاء إسماعيل حق الاستدانة من الخارج دون الرجوع للسلطان. أما فرمان 73 أعطى إسماعيل حق الاستقلال الكامل ما عدا دفع الجزية السنوية، عقد المعاهدات السياسية، صناعة مدرعات حربية، حق تمثيل دبلوماسي. يعني يا إسماعيل اعمل اللي أنت عايزه في كل ده
يعمل اللي انت عايزه في مصر ما عدا الاربع حاجات دول، ما عدا دفع الجزيه، ما عدا التمثيل الدبلوماسي، ما عدا كمان معاهدات سياسيه وصناعه المدرعات الحربيه. السؤال التالي اثبت صحه العباره الاتيه: اجرى محمد علي تعديلا اداريا لمصر. محمد علي عمل تعديل اداري، اثبت ايه هو التعديل الاداري. اولا التعديل الاداري انه بيقسم مصر الى 7 مديريات او محافظات في كل منهما مدير، وطبعا متساويه المساحه. 2 قسم كل مديريه الى عدد من المراكز في كل مركز مامور، ثم قسم كل مركز لعدد من الاقسام في كل قسم ناظر، ثم بدا كل قسم ينقسم الى عدد من النواحي والقرى في كل ناحيه او قريه، شيخ بلد او عمده، معه خولي، صراف، شاهد، مأذون. طبعا كل العناصر التركيه كانت ماسكه هذه الوظائف الهامه اللي هي المديريين والنظار والمأمور، ما عدا طبعا الوظائف اللي هي ايه؟ شيخ البلد والخولي والصراف، دي كانت في ايد مين؟ المصريين. السؤال التالي، سؤال اثبت صحه العباره الاتيه: لعبت الحروب الخارجيه دور هاما في تقدم الزراعه والصناعه بعد سكوت الاحتكار. يعني بعد سكوت الاحتكار حصلت حروب خارجيه بتؤدي لانتعاش الزراعات في مصر والصناعه. اولا في الزراعه تقدمت وازدهرت زراعه القطن في مصر نتيجه حرب اهليه امريكيه لما توقفت زراعه القطن في امريكا وازداد الطلب على القطن المصري. يبقى كده انتعشت الزراعه لحرب خارجيه. اما بالنسبه للصناعه انتعشت ايضا وتقدمت لان مصر اشتركت في حرب القرم ما بين تركيا وروسيا. ومشاركه مصر في هذه الحرب في اواخر عهد عباس واوائل عهد سعيد. واستمر ايضا انتعاش الصناعات الحربيه بسبب توسعات اسماعيل في افريقيا. كل دي طبعا حروب خارجيه تؤدي لانتعاش الصناعه. السؤال التالي، كان بناء الدوله الحديثه في مصر في عهد محمد علي نتيجه تفاعل بين الشرق والغرب. يعني محمد علي بنى مصر حديثة، وهو باني مصر حديثة، وده كان عنوان الدرس بتاعنا الباب الفصل الثاني كله، وبنقول بناها مش بجانب شرق فقط ولا بجانب غرب فقط، لا، بالتفاعل بين الشرق والغرب. ازاي؟ اولا محمد علي اعتمد على المصريين، ولكنه ارسل بعثات وجاب خبراء. المصريين عنصر شرقي ولكن جاب خبراء من الخارج، يبقى شرق وغرب. كمان اعتمد محمد علي على الزراعة وعلى المصريين في الزراعة كفلاحين، ولكنه أرسل بعثات وجاب خبراء. أيضا أنشأ مدارس ولكنه اعتمد على الغرب في إرسال البعثات، واعتمد أيضا في الجيش على الكولونيل سيف، من رغم أنه جاب مصريين ودخلهم في الجيش عام 1824، ولكنه جاب خبير فرنسي يدرب هذا الجيش، وبالتالي كان في تفاعل دائم بين الشرق والغرب في إقامة هذه الدولة الحديثة. السؤال التاني، اثبت صحة أن محمد علي اهتم بتطوير الزراعة. محمد علي اهتم بالزراعة ازاي؟ ادخل اساليب زراعية حديثة عشان يزود الانتاج، جاب مدربين مهرة من الخارج، اهتم بالتعليم الزراعي وانشأ مدرسة زراعية، حسن طرق الري، شق ترع، ترعت المحمودية، قناطر الخيرية، وكل ده بيؤدي الى تحويل اراضي الوجه البحري من ري الحياض الى الري الدائم، ري دائم، وده هيزود الانتاج. ادخل زراعات مصرية جديدة، توت والنيلة الهندية، حسن زراعة القطن لدرجة مصر بدأت تصدر القطن للخارج عام 1827. كل دي إصلاحات وتطويرات عملها محمد علي في الزراعة. السؤال التالي، اثبت شهد عصر إسماعيل حركة ثقافية متنوعة. إزاي؟ تكونت جمعية المعارف على 1868 لنشر وتأليف وطبع كتب الأدب، الفقه، والتاريخ. أسس دار الكتب سنة 70، جمعية جغرافية 1875 للعناية بالأبحاث الجغرافية. أيضا نقطة ثلاثة، تأسست جمعية خيرية إسلامية سنة 78 لإنشاء مدارس خاصة وإعانة الفقراء لمواجهة طغيان المدارس الأجنبية. كمان أنشأت صحف علمية وأدبية وسياسية أطلق لها حرية الرأي، لها فضل في إنارة الأذهان ونشر المعارف والعلوم، كما ظهرت برضو صحف أجنبية. ده كده بالنسبة للنهضة الثقافية في عهد إسماعيل. طيب لمصر دور حضاري في الشام، ده سؤال. ده ايه دور مصر ده؟ هو نفس السؤال لما يقول لي اصلاحات محمد علي في الشام، اثبت. اقول له محمد علي لما مسك الشام نشر الامن، فرض النظام، ثبت سلطته، ثم اخضع الامراء الاقطاعيين ونزع السلاح منهم، ثم نشط الزراعه والتجاره وفرض التجنيد الاجباري. كل دي اعمال حضاريه عملها محمد علي في الشام. السؤال اللي جاي، اسئله صح وخطا،
مع ذكر السبب في الحالتين، وطبعا ده سؤال اساسي في الامتحان بيجي لنا. هناخد بعض الجزئيات عن صح وغلط هنا، اسئله سريعه كده وجميله. اول سؤال بيقول زاد الانتاج الصناعي بعد الغاء الاحتكار. زاد الانتاج الصناعي بعد الغاء الاحتكار، صح ولا خطا؟ طبعا خطا، لان الانتاج ما زادش، الانتاج قل. قل الانتاج الصناعي بعد سقوط الاحتكار، حيث تم اغلاق مصانع كانت تخدم طبعا الجيش والاسطول. كل ده وفقا لمين؟ وفقا لمعاهده لندن وفرمان 41، وطبعا اللي بيقولوا عدم زياده الجيش عن 18,000 وعدم بناء سفن حربيه باذن السلطان. كده ياثر فعلا في الانتاج الصناعي وبيقل. السؤال التالي، ادت سياسه طاهر باشا الى قتله. طبعا احنا تعرفنا على السؤال ده في بما تفسر ان فعلا كان ليه سياسه تؤدي لقتله، العباره صحيحه، لما فرض الضرائب، لما انحاز للالبان والارناؤوط، كل ده بيؤدي لغضب فرقه الانكشاريه فبيقتلوه وبيعينوا مكانه طبعا احمد باشا ولي المدينه المنوره. السؤال التالي، عمل سعيد على عنايه بالجيش في اطار الشروط الدوليه. ايه الشروط الدوليه؟ العباره طبعا صحيحه. صحيحه ليه؟ لان اسماعيل سعيد اهتم بالجيش وجعل التجنيد اجباري ولكل الطبقات ولفتره قصيره، لذلك المصريين حبوا الجيش والجنديه ولا اعتبرها نوع من التفرقه الايه؟ الاجتماعيه. يبقى دي شروط دوليه فعلا. السؤال التالي، تعد محاولات الخديوي اسماعيل الاستقلاليه عن السلطان العثماني اولى محاولات في العصر الحديث. يعني اسماعيل هو اول من فكر ان يستقل عن الدوله العثمانيه في العصر الحديث. طبعا العباره خطا، لان كان في قبليه علي بك الكبير عام 1769، ثم بعدها محاولات محمد علي بعد الحروب في الشام، كل دي محاولات كانت قبل اسماعيل. السؤال التالي، جعل المماليك من انفسهم مجالا لاستقطاب القوى المتنازعه على مصر، اللي هي الاتراك والانجليز والمماليك والفرنسيين. الاتراك والانجليز والفرنسيين، طبعا هي العباره هنا صح، كان الاتراك والانجليز والمماليك هم اللي بيتصلوا طبعا لاختلافهم في معالجه الامور. ففريق بقياده الالفي يرى التعاون مع الانجليز، فريق بقياده البرديسي يرى استعانه بفرنسا، فريق ثالث راى التوقف عن القتال والتزام الحياد ومولات الاتراك بزعامه عثمان بك حسن. يبقى هنا جعل المماليك من انفسهم مجالا لاستقطاب القوى المتنازعه، طبعا العباره صحيحه. السؤال الثاني، سافر محمد الالفي مع انجلترا 1803 هروبا من محمد علي وحكم محمد علي. طبعا الواضح ان هو سؤال خطا خالص، لان محمد علي ما كانش ماسك الحكم في الوقت ده، لان الالفي اصلا قرر السفر مع انجلترا بدعوى عرض قضيه مصر هناك والحصول على تأييد ومساعده ضد العثمانيين عشان هو يمسك حكم مصر. السؤال التالي، لم يكن خورشيد مطمئن لموقف محمد علي، صح ولا غلط؟ طبعا العباره صحيحه، لان خورشيد حاول يتخلص من عمر او يتخلص من محمد علي اكتر من مره، قال له اذهب الى الصعيد لمحاربه المماليك، طلب منه ايضا من السلطان ارسال فرق عسكريه تدعم سلطته، فبعت له فرق الدولال المتهورين، كمان طلب من السلطان استدعاء قوات الارناؤوط والالبان، فرفض محمد علي به طبعا بتأييد من الزعماء والعلماء، ثم قدر يستصدر قرار من السلطان بتعيين محمد علي والي على جده. طبعا كل ده فشل، وبالتالي ادى الى ايه؟ يعني رفض محمد علي لان وقف الشعب بجانبه، اذا كل ده كان لم يكن مطمئن فعلا لمحمد علي نتيجه هذه الشروط. ساعد التنافس والانقسام بين القيادات الشعبيه محمد علي على التخلص من عمر مكرم. طبعا العباره صحيحه، لان حصل انقسامات شعبيه حول شخصيه عمر مكرم، وده بيساعد محمد علي ان يقضي عليه، حيث اخذ بعض الزعماء يدسون له عند محمد علي يتكلموا عليه. كمان كان في بعض الزعماء في تنافس مادي زي الشيخ عبد الله الشرقاوي ومحمد الامير على وزاره الاوقاف. محمد علي استغل هذه الانقسامات كلها في التخلص من عمر مكرم. السؤال التالي، لم يهتم الخديوي اسماعيل بتعليم البنات. طبعا العباره خطا، لانه اهتم بتعليم البنات لما انشا مدرستين، مدرسه السنيه والقربيه بالقاهره، وسمح للبنات طبعا بدخول مدرسه الولاده بعد ان كانت مقصوره طبعا على مين؟ على الحبشيات. السؤال التالي، تمت حروب محمد علي ضد الوهابيين بناء على طلب السلطان. يعني محمد علي راح الوهابيين بناء على طلب السلطان. طبعا صح، كانت وسيله لتوطيد مركز محمد علي ورفع مركزه من حاكم تابع المستقل، فاستجاب لطلب السلطان وذهب لاخماد والقضاء على الحركه الوهابيه. السؤال التالي، وقفت الدول الاوروبيه ضد محمد علي كانت عطفا على السلطان. يعني الدول الاوروبيه
وقفت ضد محمد علي كعطف على السلطان. طبعا العباره خطا. هم وقفوا مع السلطان ضد محمد علي حتى لا يزداد قوه محمد علي على السلطان، وده يهدد مصالح الدول الاوروبيه ويعمل خلل في التوازن الدولي. طيب نجح محمد علي في تجنيد السودانيين؟ العباره فش غلط. غلط ليه؟ لان لجأ محمد علي تجنيد السودانيين وفشلت لعدم ملائمه الجو، لعدم قدرتهم طبعا، فمات كثير منهم اثناء التدريبات. السؤال الثاني، كان الجيش المصري في عهد عباس مصريا خالصا، يعني يتكون من مصريين بس. طبعا العباره خطا، لان الجيش لم يكن موضع اهتمام اصلا عباس، وسمح الارناؤوط بالتجنيد ليكونوا خاص بجنده. السؤال التالي، صح وخطا ايضا مع ذكر السبب، بنقول اراد تسويه لندن الى، او ادت تسويه لندن الى انهيار الوحده العربيه. ادت تسويه لندن عام 1841 الى انهيار الوحده العربيه. طبعا العباره صحيحه، لان حرمت مصر من انتصاراتها الخارجيه، تمام، ابقتها على حدودها اللي هي في توسع، ولكن كل ده بيجعل لمصر شخصيه ايه؟ دوليه. السؤال التالي والاخير، كانت حروب الحبشه عام 1875 في صالح مصر. طبعا هي خطا، لان مصر دخلت طبعا صح للتوسع وكل حاجه، ولكن هزم اسماعيل وخساره 3 مليون، فده كله كان عائق كبير على الخزانه المصريه، وبقت مصر تعاني من ازمه اقتصاديه كمان، جعلت ايضا اسماعيل، هذه الحروب جعلت اسماعيل مصدر خطر يهدد احلام الدول الاوروبيه ومصالحها. لذلك بداوا يستغلوا فرصه الازمه الماليه، يتدخلوا في شؤون مصر من بعد طبعا هذه الحرب، وبالتالي الحرب دي ما كانتش في صالح مصر، بالعكس يتدخلوا في شؤوننا مستغلين فرصه الازمه الماليه. كده وضحنا مراجعه سريعه وان كانت كبيره شويه عن الفصل الثاني، هو فصل محمد علي. تناولنا كل جزئيه باسئله متنوعه، وتعرفنا اسئله اختار صح وغلط مع ذكر السبب، اسئله من نتائج بما تفسر قطعه، وعليها اسئله اثبت صحه العباره. خدنا اشكال متنوعه للامتحان. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، وقابلونا ان شاء الله في الاجزاء القادمه ان شاء الله.